من جديد اهلا بكم اعزائي المشاهدين. ازاي الصح؟ ازاي الحال؟ عاملين ايه؟ يا ترى صحتكم عامله ايه؟ الصحه تاج على الرؤوس. الدعاء المفضل يقول لك ايه؟ متعك الله بموفور الصحه والسعاده. في الجوابات كده بروتوكوليه كده يقول لك ايه؟ واللي تدعي له كده يقول لك ربنا يديك الصحه. الدعوه اللي بتسبق لسان اي حد بيدعي لك كده يقول لك روح يا ابني ربنا يديك الصحه. روح يا ابني ربنا يسترك ويديك الصحه والعافيه. طب الصحه والعافيه هيجوا منين؟ يجوا من غذاء سليم، من دواء سليم، من حياه ادميه، من حياه كريمه، من مكان صحي، من اكل امن. ولما تتعب تروح مستشفى، حقك الدستوري والقانوني انك تتعالج على حساب الدوله. الدوله ملزمه بعلاجك. الدواء والعلاج حق دستوري وقانوني لاي مواطن تتكفل به الدوله المصريه، محدش غيرها. ولو دخل القطاع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الخيريه على المحك وعلى الخط يبقى لمساعده الدوله. لكن لا يجب، انا بحذر، لا يجب ان تتخلى الدوله عن مسؤوليتها الاولى في قطاع الصحه وتترك هذا الملف للقطاع الخاص مهما كان السبب. ارحب بضيوفي وضيوفكم على خلفيه ما جرى ومأساة وكارثة ومصيبة ديار بنجم. ديار بنجم اتكررت في أكتر من مكان على مستوى الجمهورية، بس هم حظهم إن الرئيس خد باله وتنبه والقيادة السياسية والدولة كلها انتفضت والسوشيال ميديا اشتغلت على الملف ده فخرجت المصيبة دي للنور. لكن كم من مصائب ترتكب في حق هذا الشعب باسم الصحة ولا يعلم عنها أحد. كم من ناس بيموتوا نتيجة الإهمال والعجز عن العلاج والدواء ولا يعلم أحد عنهم. الناس الغلابة اللي ملهاش ظهر. فأعتقد أن في جهود للدولة في حل أزمة المنتظرين، قوائم انتظار للعمليات وحل غرفه العنايه، وفي جهود تبذل في الدوله ومشروع التامين الصحي، لكن ما زالت الصحه بعافيه. ارحب بيك يا دكتور، اهلا بيك من على اليمين كده الدكتور خالد امين مساعد نقابه الاطباء بالجيزه، ضيفي النهارده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. والمعيده المحترمه الدكتوره شاديه ثابت.